بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي من علينا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان ووفقنا لاتباع سيد الأنام حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لو كان العلم في الثريا لناله رجال من فارس. البلاد الإسلامية فيها خير كثير، ومنها تلك البلاد الطيبة التي فيها بخارى وتشقند وسمرقند. هذه البلاد الطيبة التي أخرجت أمثال أولئك العلماء الربانيين الأجلاء كالإمام البخاري والترمذي وشاه نقشبند رحمهم الله ورضي الله عنه ومولانا والإمام الزمخشري وغيرهم. هؤلاء العلماء الأفذاذ الذين تركوا كنزا ثمينا من العلم للأمة الإسلامية، وأمثالهم وغيرهم كثير والحمد لله، هذا فضل الله عز وجل. تلك البلاد الحمد لله عادت إليها الآن الصحوة الإسلامية، وعادت إليها الحياة، وبدأ فيها بفضل الله عز وجل نمط جديد من الدعوة إلى الله ونشر العلوم الإسلامية ورعايتها والاهتمام بها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وإكرامه وإنعامه. الإصلاحات الجديدة في هذه البلاد الطيبة المباركة إن شاء الله سيعيد لهذه البلاد مكانتها. أوزبكستان بلد العلماء، بلد الربانيين من العلماء الصالحين والعلماء الذين أقاموا الدين وخدموا دين الله عز وجل على مر العصور، وهذا فضل الله عز وجل. فللذين قاموا بهذه الإصلاحات الجديدة اليوم لهم الشكر، والله عز وجل يقول لنا: ولا تنسوا الفضل بينكم، وهذا فضل من الله علينا وعليهم، جزاهم الله خيرا، وعلى رأسهم رئيس البلاد الذي قام برعاية والاهتمام بهذه الإصلاحات، ومنها مسابقة القرآن هذه الكريم ونشر العلوم الشرعية إن شاء الله في هذه البلاد طولا وعرضا، وهذا فضل الله عز وجل. فأسأل الله أن يوفق إخواننا في أوزبكستان حكومة وشعبا للنهضة بالعلوم الشرعية إن شاء الله والدعوة إلى الله، وبرنامج إصلاح طيب مبارك بدأ الآن في تلك البلاد الطيبة سيعيد لها مكانتها بل وصدارتها في الدول الإسلامية بل وفي العالم كله إن شاء الله، لتكون محجا لطلاب العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق، وجزاهم الله خيرا كل من ساهم في هذه الإصلاحات الجديدة وفي هذه الحركة المباركة الطيبة التي نرى أثرها الآن وسنرى آثارها الطيبة إن شاء الله، وقد انتشرت في العالم كله. نسأل الله لهم التوفيق، بارك الله بهم وجزاهم الله خيرا، والشكر موصولا لكل من ساهم في هذا العمل وعلى رأسهم رئيس البلاد جزاه الله خيرا، والسلام عليكم.